هذا العرض المفصل ومستفيض وقبل ليصبح قروض للمؤسسات والهيئات العمومية. السيد العبني صالح المدير 84/17 هناك 109 من القانون رقم 11/17 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017. إذا سمحتم نتطرق إلى النقطة الأخيرة فيما يخص توقعات إغلاق سنة 2022 على مستوى أو فيما يخص الإيرادات والنفقات. لقد سمح التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الكلية بتحقيق توقعات إغلاق أفضل لمستوى إيرادات ونفقات الدولة لسنة 2022، إذ من المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية إلى 7517 مليار دينار مقابل 5915 مليار دينار في سنة 2021، أي بزيادة قدرها حوالي 1600 مليار دينار جزائري. إذ ترتبط هذه الزيادة أساساً وهو كما هو معلوم بارتفاع الجبية البترولية بمقدار 2284 مليار دينار جزائري، وهذه توقعات نهاية سنة 2022. وفيما يخص الإمكانيات المتاحة لتمويل العجز لسنة 2023، يمكن للخزينة العمومية للجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات ولا تلك المتاحة من خلال المديونية العمومية. دونك فيما يخص تمويل العجز كما هو معروف، دونك عندما يكون هناك فارق بين النفقات والإيرادات المتوقعة في كل بلدان العالم فيه طرق لتمويل العجز، ولكن الطريق المعروف أو الأداة المعروفة هي المديونية. وفي حالة الجزائر في بولوكاد لاجيري عندنا المديونية وعندنا كذلك اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات. هذوما من بين أدوات تمويل العجز الخزينة. بلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات في نهاية 2021 682 مليار دينار جزائري، وهو فائض السنة المالية ل 2021. ومن المنتظر أن يسجل هذا الصندوق في نهاية 2022 مبلغ إيرادات يقدر ب 1751 مليار دينار جزائري. من المتوقع أن يسجل فائض مقداره 1751 مليار دينار جزائري، وهو سوف بالطبع يوجه لتغطية العجز الذي يمثل، وهذا ما هو هذا الفائض، هو الذي يمثل الفرق بين الجبايه البتروليه المقيده في الميزانيه لسنه 2022 وهي 3211.9 مليار، والجبايه البتروليه المحصله بقيمه 4963 مليار دينار جزائري. وكذلك يرتقب ان يبلغ فائض الجبايه البتروليه لسنه 2023 مستوى 545 مليار دينار جزائري، وهو ما يسمح بتمويل جزئي لعجز سنة 2023، أي بحوالي مبلغ 2296 مليار دينار جزائري.